ريم ريم، ممكن تخليني بروحي لو سمحتي؟ انا مو جاي ازعجك، بس رفيشش تحت. هند، انزين ممكن لو سمحتي تخليها تطلع عندي؟ طلع كلام ماجد كله صح، النادي الحامد قاعد يلعب هالحبلين. معقوله؟ معقوله كلهم يشتغلون بفريق واحد وانا الوحيد اللي برا اللعبه؟ ماجد وامل وتهاني فريق واحد قاعدين ينسقون مع بعض حق نهايه ابو ناصر. لا، هذه لعبه من ماجد. بس ليش؟ لا مو هو، هم كلهم ما تهموا إلا مصلحتهم. أنا لازم أتأكد، لازم. تعرفين كل اللي زاروا اليوم في الشركة ما عرفت حد منهم، فقلت أصورهم يمكن انت تعرفينهم. والله زين سويتي. تعرفين اليوم اللي شفت في الشركة؟ شفتي منو؟ سعد. سعد؟ يا أنا أدري إنه كان يشتغل هناك، بس مو كنا ترك الشغل ويبي يتركه. اليوم قال إنه هو قدم استقالته وتم يتكلم وياي نص ساعة، بس ما فهمت منه شيء. معقولة؟ شوفيت خالد؟ خالد؟ خالد منو؟ لا 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 ما في شيء، بس في واحدة هني عبالي خالد بس طلع يشبهها. شفيك أمل؟ أنا من سمعت صوتك بالتليفون وأنا مو مطمنة، شنك باكية؟ لا بس كنت متضايقة ومختنقة، في قلبي حكي أبي أقوله لك أنت اللي تسمعيني وبس. شفيش؟ المشكلة أنه ما في شيء. وهذه بالله شلون أفهمها؟ ماجد اتصل فيني بالليل وحب إنه يشوفني ونتقهوى. وتقهويته؟ إيه تقهوينا. وش قال لك عقب؟ ما قال لي شيء غير الكلام اللي يقول لي إياه كل مرة، نفس الحكي لا زاد ولا نقص. والله ما أدري شو أقول لك يا أمل. أدري شو تبي تقولين. شوفي يا سعاد، أنا ما طلبت أشوفك علشان يعني تشوفي لي حل في المشكلة ولا شيء، أنا بس بغيت أشوفك بس عشان أقول اللي بداخلي. أي سمعيني، أنا أقول يعني لو أدري إيش تبي تقولين بعد، تبي تقولي لي نفس الكلام كل ما أتكلم على ماجد، يعني نكرر روحنا. خلاص عيب، إذا تحبين إن أنا أسكت وما أتكلم، أسكت. لا لا سعاد، أنا بس كنت مضايقة وما أبي أتكلم الموضوع أكثر من كذي. سامحيني، يا ريت نغير الموضوع. اوكي نغير الموضوع، شو تحبين نتكلم فيه؟ انت كلمتيني ذيك المره وطلبت انك تشوفيني، ايش كنت تبين؟ اي صدق كنت بسالك، كلمت الدكتور ماجد عن زيد. زيد؟ اي زيد؟ زيد اللي كان يشتغل بشركه الجندول. اي تذكرت، كلمت ماجد عنه وحامد راح يفتح الشركه باسمه. ريحتيني، الله يريح بالك. لو تطاوعني وتخليني اكلم امل واقولها اني طالعه اتغدى وياك مو احسن؟ يعني الحين انا ما صدقت على الله اني ارجع امشي مره ثانيه علشان هيك وعزمك. انت تقولي لي هالشيء؟ تبين تخربين وناستي؟ صدق؟ تبي تقنعني الحين انك مستانس لانك وياي؟ طبعا اكيد. بس اذا ردت امل البيت وما لقتني اكيد. تهاني تهاني خلاص، ايش فيك؟ قلت لك يعني بعدين انت ناسيه ان امل ما تحبني، يعني اذا جت تمنعك من الطلعه وما راح نكون مع بعض، شنو ما تبين نكون سوا؟ هذا املي في الحياه ان نكون سوا، بس مو بالساعه ساعتين، بالعكس العمر كله. نكمل كلامنا بالمطعم احسن، ايش رايك؟ قمت بسرعه ظهري عورني. أمل تغيرت، تغيرت. أول مرة أشوف الشدة والحزم في وجهها، ما كان ناقص
الا تقول لي انجلع من قدامي. انا لازم اكلمها واصلح الموقف، لازم. انا بمشي وايد تاخرت، وانت بعد يلا قومي. وين اقوم؟ اروح البيت عشان اقعد مع تهان تشكيلي واشكيلها. لا حبيبتي خليني هني احسن لي. منو؟ ماجد. وليش ما رديتي؟ ايش حق ارد عليه؟ بيقول لي نفس الحكي، مليت طقت شبدي منه انا. زين عيل، انا بمشي. اول ما اوصل اتصل اطمن عليك، ولا تتاخرين. يلا مع السلامة. لا تقول شيء لأنك راح تكذب. أنا عارف أنك عازمني على المطعم لأنك تبي مني شيء، وبلأنك مشتاق لي. مع هذا أنا راضية، بعتبرها مصلحة مشتركة. قول، سامعتك. مصلحة مشتركة؟ إي، أنت بتستانس لأنك بتاخذ مني اللي تبيه، أنا بستانس لأني شفتك وقعدت وياك. الله يسامحك، يعني أنا مو طلال. قلت لك ما لا داعي تحرج نفسك وتكذب. أنا راضية، راضية بالوضع اللي أنا فيه، مو راضية وبس، إلا راضية ونص. تدري ليش؟ ليش؟ لأني أحبك، وإذا نحب أحد لازم نتقبل مساوئه قبل لا نحب محاسنه. والمشكلة إن الناس ما هي شايفة إلا الحقد اللي داخلك والانتقام اللي سارك حياتك. بس أنا غير الناس هذه كلها، شايفة الخير اللي فيك ومتقبلة الشر بعد. كثر ما قاعد تحكون عن الشر اللي بداخلي، أنا نفسي صرت ماني متأكد إذا اللي بداخلي. ما عليه، بسألك سؤال. أنت وأمل وماجد متفقين مع بعض ولا؟ الظاهر أنك للحين ما وثقت فيني، لأنك تروح وترجع على نفس الموضوع وما تسأل بشكل مباشر. تبي تسألني عن وصية أبوك الله يرحمه مو كذي؟ إيه؟ ماني مجاوبتك. ليش؟ لأني إذا جاوبتك بتكون خدت مني اللي تبيه، وعادي تطنشني، وعادي تسحب علي، وعادي تردني البيت بدون غداء. أبى أضمن غداي بعدين بقول لك. لو سمحت. تفضل. هلا 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 سعد. السلام عليكم. عليكم السلام. لا أكون عطلتك دكتور. لا لا أبد. تفضل استريح. تفضل. خير يا سعد، أمرني. أنا صراحة دكتور يا أشكرك على اهتمامك فيني ورعايتك لي طول فترة دراستي في الجامعة. أنت تستاهل كل خير يا سعد، وأنا ما راح أقول لك إن شاء الله بعد التخرج تلقى لك شغلة تناسب طموحاتك وإمكانياتك، لأنك أوريدي تشتغل في شركة الأندلس، يعني ما أنت محتاج تدور لك شغل. لا والله يا دكتور، أنا قدمت استقالتي وتركت الشركة. أفا ليش؟ عندي طموحات ثانية صعب ألاقيها في شركة الأندلس. إن شاء الله تحصل لك شغلة تناسب طموحاتك وإمكانياتك، وهذا أنا أقول لك، باب مكتبي مفتوح، تعالي في أي وقت. مشكور يا دكتور، أنت جمايلك علي كثير الصراحة، وأنا ما حبيت أخلص جامعة وأمشي قبل ما أمر عليك وأشكرك. الله يحييك يا سعد. مشكور دكتور. حياك الله، مع السلامة.
ريم، أنا ما سويت كل هذا إلا لأني بحافظ على عائلتي. عائلتي هي أنت وأبوك. ما فكرتي في الإنسانة يمكن تكون مظلومة؟ أو أبوي نتورط في الموضوع بعد؟ أنا بنت وأفهم إيش معنى الغيرة، بس يا سعاد هذه الغيرة هذه مالتك ترى عادي نتدمر عوائل وناس. صدقيني كل اللي سويته هذا عشان أحافظ عليكم. إن شاء الله باكر بتتزوجين وتعرفين معنى كلامي، ولما يكون عندك بيت بتحاربين علشان تحافظين عليه. أنت شايفة الموضوع حرب؟ وأكثر من حرب، وممنوع تخسرين فيها بعد. مثل موضوع الحرب على أبوي من طلال؟ إيه نعم، نفس الحرب اللي شنها طلال على أبوك. أنت ما تدرينش كثر أنا حاربت وحاولت أني أحميك وأحمي أبوك، أحميكم من الماضي اللي مراضي يترككم. شلون؟ أنا أحب أبوك وايد يا ريم، وما أقدر أثق بأحد ثاني غيره. حتى أهلي ما عمري اعتمدت عليهم بشيء، لكن أبوك كان مشترك مع ناس وايد سيئين علشان كذي الماضي مو راضي يتركه. مثل أبو طلال؟ إيه نعم، مثل أبو طلال وغيره بعد. وأنت شلون راح تساعدينه؟ أنت تدينش كثر أنا أحب أمل وعزها، لكن لما كانت بتيني تهربت منها. وطلال لما سمعت اسمه أول مرة حاولت أبعدك عنه. تهاني عمري ما يبطاريها جدامك، لكن لما عرفت أمل إنها قريبة من ماجد وماجد قريب من طلال، حبيت إن أنا أستمر معاها علشان ننتقي شر هالناس وما يأذون أبوك. ذكرتي الكل، بس خالد ما ذكرتيه. خالد؟ ليش إيش فيه خالد؟ أخوك خالد يا سعاد. أنا وايد خايفة على أبوي. زين سكتي، أبوك يا. ليش قاعد تضحكين كذي؟ ما كنت متوقع انك على نياتك كذي. معقوله ماجد يفكر بريم؟ ما يفكر فيها عيل، ليش مسوي سور حوالينها؟ يمكن عواطفي ومحبتي تحاول تخليني ابعدك عن ريم، بس انا مستحيل اتصرف هالتصرف، وانت تعرفني زين. مشكلتي اني اعرفك، اعرفك عدل. اذا تبين الشيء تخلينه هدف قدام عيونك، تروحي لدايركت سيدة. صح، أروح لدايركت، لأني ما أحب الطرق الملتوية ولا أحب ألف ودور. آخر مرة أخذت طريق ملتوي شفت لوين وصلني. نرجع حق موضوعنا وخلي ريم برا حسبتك. تآمر وتأكد أني ما أكن لها أي ضغينة. تدري ليش؟ ليش؟ لأني ما أرضى ترجع لي وجدامك غيري. أتمنى يوم ترجع لي تكون مفضلني على بنات الدنيا كلها. المهم في شيء بقول لك إياه، وعلى الأغلب بدفع ثمنه غالي. شنو؟ ماجد يحب أمل. قصدك أمل تحب ماجد؟ لا، يحبها. طلال لا تكسى على ماجد، وتذكر اللي سواه عشانك. يمكن تفرغ لتربيتك خلاه ينسى نفسه. بس ماجد. طلال انت مثل الطفل المدلل اللي ما يقبل حد يهتم بغيره، واذا حد اهتم بغيره يحقد عليه. وانا اعرفك زين. يلا كرمكم الله. وين على الله، احنا متفقين نقعد مع بعض خلاص عاد لمتى. لا بروح انا ما دام اليوم انا ما عندي اشغال ولغيت كل مواعيدي. اروح اسوي لك نسخه من مفتاح البيت الجديد. ليش يا يوبا انت ما راح تبيعه؟ هالمره انا مصمم ابيعه اكثر من الاول، وكلمت مكتب العقار يشوف لي زبون علشان نبع الحنان ما تروح البيت مره ثانيه من وراي. الظاهر يا ابو ناصر انت قلبك وايد شايل علي، صاير اسود. انا ما سويت كل هذا لاني خايفه عليك. خايفه عليك من هالانسانه الخبيثه هذه تاكلك بلسانها الحلو وتخشها هناك في البيت عقب تورط ورطه ما يطلعك منها الا رحمه الله. والله اذا جاءت لي بخشها في اي مكان في هالبلد الا في البيت، لانك تعرفينها شبر شبر وتظلمين إنسانة ما لها ذنب بريئة. إلا بعد إذا أنتي تغارين منها
شيء ثاني بس بالبيت ما راح اوديها. خلاص يا يبا ما له داعي هالكلام الحين. ابو ناصر انا اعتذرت لك امس وبعتذر لك اليوم بعد، وخلاص انا اصلا ما بمفاتيح البيت. انا واثقه فيك وواثقه انك عمرك ما راح تتخلى عني. بس عاد يا ابو ناصر خلينا ننسى الماضي ونفتح صفحه جديده، ولا ايش رايكم؟ نواف. نعم. والله مو قصدي اهينك او اقلل من قيمتك، بس انه لازم يكون بينه وبين الناس جدران عشان حياتنا ما تكون مستباحه. مستباحه؟ انت من وين تجيب هالكلمات؟ صارت موضه قديمه. صارت موضه قديمه الحين. ايه من ايام عاد وثمود كذي. الحين انا اللي من وين اجيب هالكلمات ولا انت؟ انت الحين ما قلت لي وش يعني مستباحه. اوكي تخيل نفسك عايشه في بيت ما له سقف ولا جدران. هاي الحين هذا بيت ولا شارع؟ بالضبط، يعني كل شيء تسوينه الناس تشوفه وتعرفه وما عنده شيء خصوصيه. الحين اذا انا بسوي غلط ما ابي احد يشوفه، يعني اللي يبي جدران يكون يسوي شيء غلط. والله تحيريني بالمخ اللي عندك. يعني ما ادري شلون تركبين الامور وتفلسفينها. احس اوقات انك طفله، اوقات احس ان عمرك 100 سنه. يعني اتقاعد قبل لا اتوظف. الشهاده لله ما اقدر اجاريك. عشان اكسر هالجدران اللي بانيها حواليك. خلاص شوفي متى تكونين فاضية وخبريني. اقدر اكلمك بدون رسميات؟ يا ستي بدون رسميات. يعني انا اقول لك نواف وانت تقول لي انسى عبير. عبير وش فيك؟ تعالي امي تبيك. خلاص اشوفك ان شاء الله. ما بتسأليني وين كنت؟ كنت مع طلال، ياخذني وطلعنا نتغدى سوا. ما حد يسألك وما راح تسألين، صرت حافظتك. يوم تبين تسألين عن شيء وما تقدرين تخلين يومنا كله نكد وتحطين حرتك بهالشيء. جبت لك اياها من الآخر، جاوبتك على سؤالك بدون ما تسأليني. انت عارفة ان انا مو موافقة على اللي تسوينه، مع هذا ما اقدر اقول لك شيء. هذه حياتك انت حرة فيها وانت تتحملين نتائجها. ترى قلت لطلال ان ماجد يحبك. شنو؟ شفيك؟ ليش عصبتي؟ انا ما قلت شيء غير الواقع. انت تحبين ماجد وهو ما يقدر يتزوجك لان انسان متردد. تهاني انت بتدمرين حياتك، انت حره لكن تدخلين في خصوصياتي، مالك خص فيها. انا ما دخلت في حياه احد ولا دخلت في خصوصيات احد، انا سالت وجاوبت. هذه كل القصة، وين الغلط في الموضوع؟ انت بكذي حطيت سلاحك طلال، يقدر يطعن الكل في الوقت اللي هو يبيه، وهو من غير شيء عبال احنا متفقين عليه ومسوين عليه عصابة. انا الابيض اذا غيري تلون. هلا هلا بحبيبتي، هلا باختي، هلا بنبع الحنان. امريني ايش فيك عسى ما شر؟ زين قولي لي. لا ترى كذي ازعل منك. بناصر
ايش في بناصر؟ تبغيني اراقب لك بناصر؟ اخيرا اخيرا خليتيني اراقب لك بناصر. حاضر حاضر غاليه والطلب بناصر. هذا وين خلاني وراح؟ خالد يا خالد، بس افتك من اخو النحله اللي عندي وبعدين بفضالك يا ابو ناصر. خالد يا خالد، ياي انت ما تعرف تشتغل بروحك؟ خالد 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 خالد، يلحق على شنو ولا شنو؟ امسك هاي. شنو؟ اوراق الشركه. زين ادري اوراق الشركه، بس ناقصها شيء. ايش ناقصها؟ انت ايش تقصد يعني؟ ما شاء الله عليك، تفهم في كل شيء اذا لك فيه مصلحه، واذا ما لك مصلحه ولا كنك فاهم شيء. حامد، انا خالد، خالد شريكك، ليكون نسيت. لا ما نسيت، بس شريكي في الشركه القبليه، بس في هالشركه لا، هذه لي انا وبس. ها وتبغيني اساعدك ووقف معاك لما تفتح الشركة، وبعدين تقول لي مشكور وجزاك الله خير، وفي الأخير تشيل عليه. يا أخو النحلة، أنت على بالك أنا مينون أسوي لك شركة بروحك؟ اسمع، أنت موقف ما يخليك تساوم وتفرض شروطك. هذه الشركة ثمن سكوتي، واختك سعاد تعرف بالموضوع وبإمكانك تسألها إذا مو مصدق. حساباتك كلها غلط يا حامد، وعلشان أثبت لك هالشيء، إحنا مو بخايفين من تهديدك، وأعلى ما في خيلك أركبه. إيش تقصد؟ ردينا إن ما نفهم؟ حاضر، هذه بعد أنا بشرحها لك. الشركة الجديدة يا يكون لي نصيب فيها يا ما تكون بالأساس. ايش قلت؟ قلت اتوكل على الله احسن. على وين؟ انام على اليم اللي يريحني. هذا شكله مو بصاحي، كل ما يمشي يقول لي انا رايح انام على الجنب اللي يريحني. اكيد اكيد جنب الثاني عوره وما يقدر ينام عليه. لا، الجنب اللي رايحه طلال. إيه طلال، بس هالمرة راح يكون الجنب اللي عوره مو باللي رايحه. ألو، هلا أستاذ طلال، شو أخبارك؟ لا والله على البال. لا والله يا استاذ طلال، اقدر اشوفك اليوم ضروري؟ عندي موضوع مهم. اي عارفه، اي ان شاء الله ساعه واكون عندك. مع السلامه. أستاذ نواف؟ إي أنا عبير، ما جاني نوم وأنا أفكر في كلامك اليوم. أحس إن اليوم أسعد يوم في حياتي. ما أبي أطول عليك لأني أدري إنك مشغول، بس حبيت أشكرك على هاليوم الحلو وأقول لك تصبح على راحة وسعادة، لأني شفت إن وجهك اليوم شوي تعبان. ليت الكون كله يتعب ولا أنت. تصبح على خير، تصبح على خير يا يا ويش؟ يا نواف. منو اللي كلمك؟ رفيقتي، كنت اسألها على محاضرات الجامعة. والله راوني تليفونك. لا، كذا تصير حياتي مستباحة، لا سقف ولا جدران ولا أبواب ودرايش مكسرة. ايش فيك انت؟
شنو هالخرابيط هذه؟ الحين صار كلام المخرجين خرابيط؟ الحمد لله. شو الموضوع الضروري اللي بغيتني فيه؟ أخو النحلة حامد. إيش فيه؟ واحد نذل وخسيس وناكر المعروف وعض اليد اللي ساعدته. توكم تدرون؟ لا ندري من زمان، بس ما بغيت أقطع رزقه. تعرف قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. شو الجديد؟ قلت لك عن الشركة اللي ناوي يسويها، وانت تعرف أنا ما أخش عنك شيء. شوف أنا حامد كلش ما أداني، ويوم رضيت إني أشتغل ويا شركتكم اللي فيها أنتو حامد رضيت بس عشان خاطر عيونك. الله يعزك يا أستاذ طلال، وأنا أبادلك نفس الشعور، ما رضيت أشتغل معاكم إلا عشان خاطر عيونك. تدريش اللي يقهرني؟ إن واحد مثلك وبذكائك وفطانتك ورزانتك ما ينعطى فرصة، والحين أختك حد الناس كلهم ما تشوفك وما تعطيك فرصة. ليش؟ كله من أخو النحلة أبو ناصر، يبي ياخذ الشركة كلها ويطلعني برا أنا وأختي سعادة. هذا أنا رأيي بعد، أنا مثل ما قلت لك أنا ما رضيت أني أشتغل إلا بس عشان خاطر عيونك، وهذا اللي خلاني أطمع بشوفتك اليوم، لأني بصراحة أبغيك تساعدني. عامر تدلل؟ قلت لك حامد واحد كذاب وقاعد يهددني أنا وأختي، وأنت عارف هالأيام كلمة الحق الزاعل. خالد دش لي بالموضوع على طول بتفاصيله، لا تقعد تشرح لي عموما. ماشي أقول لك، حامد عقب ما طرده أخو النحلة أبو ناصر من الشركة الحين. فضيت لك يا أبو ناصر، أنا عارف وين ألاقيك وعارف شلون تفكر. إن كنت ريحا يا أبو ناصر راح تلاقي الإعصار. الو ماجد، انت وينك الحين؟ لا لا لا
لا لا ماكو شيء، بس اذا باكر الصبح تمرني يكون زين يعني. ماشي، مع السلامة. مع انك بنت كفو وجليل حيه وجليل اصل، لاني انا بكون احسن منك وبساعدك وبوقف وياك. تدري ليش؟ ليش؟ لانك وقفت وياي مره، وانا اللي يوقف وياي مره ما انساه بالمره. تسلم تسلم طال عمرك ولد اصل. غصبا عليك خالد وسعاد قاعد يقصون عليك والشركه اللي انت مستانس فيها هي الفخ اللي بيمسك رقبتك وبيخنقك. وكيف؟ الصبي اللي كاتب الشركة باسمه إيه اللي دازت عليك، يعني من طرفها مو من طرفك. وش اللي يثبت لي صحة كلامك؟ روح وراجعها، وإذا طلع كلامي مو صج لك اللي طيب خاطرك رجع لي. والله لدفعها الثمن غالي هي وأخوها إذا طلع كلامك هو الصح. طلال ايش فيك؟ اتصالك علي الصبح خرعني، صاير قل لي. ماني قادر احط عيني بعينك، منحرج منك ومستحي ومالي وجه كلش. مستحي مني ليش؟ سامحني، ياما غلطت بحقك، ياما اسأت لك وحقرتك، لكن سامحني مو مني. الشك الشك كان عام عيوني على الحقيقة. الحقيقة؟ إن ريم مثل بنتك وعمرك ما فكرت فيها. يا ما قلت لك هالكلام لكنك ما صدقتني. حقك علي، سامحني، لكن بنفس الوقت أنا عارف أنت ليش كذي قاعد تسوي. أسوي شنو؟ أنت تحب أمل، وأمل رفيجة سعاد، وعلاقتي بريم تزعج سعاد، وانت ما ودك تزعل امل. تبين لي قال لك الكلام. المهم انه الصج وهو صح، وانت تصرفت باصلك. طلال لا تجنني، قول لي من قال لك الكلام. ما اقدر اقول لك، خاف اذا قلت لك تصير مشكله، وانا ما احب اسوي مشاكل والشخص هذا محلفني. امل هي اللي قالت لك؟ لا مو امل ولا حتى تهاني. ما حد يعرف بهالسالفة، لا أمل وتهاني. ومنو؟ أكيد سعاد. الله أكبر، إذا ريم عرفت بالسالفة وقالت حق أبوها السر بينفضح. الحين
الحمد لله اللي رجع لك عقلك. أنا كأني شفت حامد طالع من عندك. حامد إيه كان يبي الشغلة بس طرت. أنا طرت. عيل خلاص أنا بابشي. عندي موعد في الجامعة. الحمد لله تطمنت عليك. وأنا ما بأخرك. مع أنك كان ودي نقعد ونتريق مع بعض بس إذا كذي معذور يعني. ملحوقة. اللي يشوفك البارحة ما يشوفك اليوم. خير؟ طالعة وين رايحة؟ إن أهملت روحي قلتي ليش فيك هاملة روحك قاعدة بالبيت وانت كشخ عشان أطلع. قلت ليش حقي طالعة شلون ترى احترت وياك. أنا سألتك وين مو ليش. أبا أطمن على حالك. حكمت عقلي ولقيت إن لازم أحسم الأمور وما تهاون فيها. وحسمتي؟ إي حسمت. قصدك ماجد؟ اي ماجد. وعلشان احسم الامور على الاخر لازم احسم شيء ثاني بعد. وشو هو؟ موضوع راشد. وماجد؟ ماجد خلاص طلع من حياتي. يعني ما لقيت غير هالممثلة تعطيها دور البطلة؟ ليش فيها؟ انا مثل احسن منها. ما شاء الله تبارك الله. هذول مثلات الصف الاول وانت سويتي كم مشهد فجأة صرتي احسن منهم؟ اي انا احسن منهم. طيب تدرين؟ أطلع برا لوكيشن عشان نعرف نصور واحنا مرتاحين. يلا. لا 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 ابي ابقى معك. الله يخليك يما خليني بحالي. اللي صار بيني وبين عبد الرحمن ما اقدر انساه بجرة قلم. اللي صار ما ينتسى يا يما. يا نورة اذكري الله وسميه بالرحمن. الريال غلطان ومعترف ومو بهو ناكر. لكن بكلمتين منك انت بتطمنينه. شلون اطمنه؟ يما حبيبتي لا تضغطون علي اكثر من كذي. انا الحين في وضع ما اقدر اخذ قرار فيه. لا تخليني اغلط مره ثانيه يا يما. عبد الرحمن لو كان في حالته الطبيعيه بقول لك ما عليه. خذي سنه من التفكير. لكن عبد الرحمن منهار وكلمتين منك انت بيريحونه وبيشفونه. تبينه يشفى وانا امرض؟ نسيتي؟ نسيتي يوم طلقني يما؟ كنت اتريى منه كلمه واحده وما قالها. الحين بعد ما انت ناويه تنتقمين منه يعني؟ لا ما ابي انتقم منه ولا اعرف انتقم من احد. بس لا تضغطون علي اكثر من كذي يما ارجوك. يا حبيبتي ما حد يضغط عليك. لكن انا بروح المستشفى وبخليه يتكلم وياك وردي عليه وطيبي خاطره بكم من كلمه. يعني تبيني اكذب عليه؟ اكذبي عليه قولي له كم من كلمه. المهم انه يشفي.